نجدد إدانة الكويت الصريحة والمطلقة للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها بصرف النظر عن دوافع ارتكابها أينما وقعت وأيا كان مرتكبوها، إذ أنها اعتداء متعمد على السلم والأمن الدوليين وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وفي الوقت نفسه نود أن نشير بأن تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب والأمم تأتي ضمن أولويات سياسة الكويت الخارجية. نشدد على دعمنا الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب ووقف التهديدات الإرهابية التي تواجه العالم. وفي سياق جهود دولة الكويت على الصعيد الدولي، سوف نستضيف بتاريخ 13 فبراير الجاري اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي ضد داعش بمشاركة 70 دولة وأربع منظمات دولية بهدف وضع استراتيجية وخطط لمواجهة الإرهاب. ويعتبر هذا المؤتمر الأول منذ هزيمة داعش في العراق.